بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں مقام نہاوند میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.